مشاهدي قناة صوت العدالة، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حلقة خاصة أو تغطية خاصة حول تداعيات وباء كورونا أو ما هو معروف بفيروس كوفيد 19. اليوم والمغرب رفع الحجر، عملية الحجر الصحي، والأغلبية على المواطنين رجعوا يزاولوا العمل ديالهم بشكل عادي، لكن تداعيات الأزمة ما زالت تؤثر على الحركة الاقتصادية والرواج الداخلي داخل المملكة المغربية. مجموعة من القطاعات تضررت من جائحة وباء كوفيد 19، من بينها يعني ملي كنتكلم على القطاعات، القطاع السياحي، قطاعات المقاهي، المطاعم، وهناك كذلك قطاعات أخرى مسكوت عنها ولا نسمع عنها بشكل كثير، لكنها تأثرت بشكل كبير بسبب وباء جائحة كوفيد 19. اليوم معنا السي عبد العظيم. السي عبد العظيم هو مستثمر في المجال ديال الصفقات العمومية المتعلقة بالأسواق الأسبوعية والمواقف ديال السيارات مجموعة من المدن المغربية. هذا القطاع هو بدوره تأثر واحد التأثير كبير جدا، لدرجة أنه أصبح مهدد بالإفلاس، لأن كيف ما كتعرفوا المرحلة اللي كيشتغلوا فيها بشكل كبير هي المرحلة ديال العطل، متعلقة بالعطل تاع فصل الربيع والعطل ديال فصل الصيف. للأسف هاد السنة هادي لقاو روسهم في مواجهة حالة الطوارئ، في مواجهة الحجر الصحي، داز عليهم واحد الكساد اللي من ميمكنش نتصوروش، داز عليهم شهر 3 4 5 6 وحتى شهر 7، كساد خطير يهدد مشروعهم بالإفلاس. معنا السي عبد العظيم مستثمر في هذا المجال. السي عبد العظيم مرحبا بك. السلام عليكم. كيف ما حاولنا نشرحوا للمواطنين بان دوزنا واحد 3 شهور ولا 4 شهور اللي كانت كارثيه في المجال الاقتصادي، خاصه الاقتصاد الداخلي، انت كمستثمر في القطاع ديال الاسواق العموميه ومستثمر في المواقف ديال السيارات، كيفاش ممكن تشرح لنا هذه الازمه اللي دوزتوا في هاد 4 شهور؟ الازمه انا مسيت كضر في الازمه من اللي جات كوفيد 19، ملي حسبت الحجر الصحي ما خدمناش من 20/3 الا تمكنا من 1/7، ومن اللي طلقوا كاع تسجيل الحجر الصحي وطلقوه في 14/6، يعني بقاو المدن تجر ما كتنقلوش من المدن، تجر ما كتنقلوش، يعني السواق ما عمرتش. وحاليا دابا نيت حنا اليوم 8/7، باقي الان هو السوق ديال الجراني هو عندي ديال 4/6، راه كيف ما حضرتو وكيما حضروا الدراري المعينين تما، السوق باقي مازال ما عمرش، لا بالنسبه لا من التجار ولا من الناس اللي كيتقداو ولا من المستهلك. والفتره الموسميه ديال السوق ديال السوق اللي كنشريو هنا بالنسبه كنشريو شهر 3 و4 و5 و6 و7، ملي كتكون في النوره ديال الفروي، النوره ديال الخضره، الكسيبه ملي كتوجد العيد، العيد الاضحى من العيد الكبير اللي كتربي كترجع عندنا في الاسواق، ما استفدنا شيء منها، يعني مستدام شي سوق مستدام منه. ملي طرحنا الشكايات ديالنا للجماعات راسلناهم ما جاوبونا شيء، حتى شي جماعه ما جاوبتنا ابدا. احنا السعد العظيم دابا شوف، احنا اليوم جينا شفنا السوق الاسبوعي، بطبيعه الحال جينا لقيناه فارغ من سميتو، قليل بعض المهن هي التي تشتغل، المهن الاخرى غائبه، حتى الزبون ما كاينش على في السوق، حتى الزبناء لقينا السوق خاوي كيصفر، لا مستوى الباركينغ، لا مستوى مجموعه من المهن، يعني الجزاره ما خدامينش، بائعي السمك ما كاينينش، يعني تقريبا 10% من السوق اللي كتشتغل و 90% مغيبه. وانتوما يعني طول هذه الازمه هذه، يعني بديت انا ملي كنتكلموا على ازمه راه شهر 3 و4 و5 و6 وحنا دخلنا في 7، ملي كنتكلموا على الازمه انتوما كمستثمرين يعني عندكم اسواق، عندكم ناس كيخدموا معاكم كيتعاونوا معاكم في هذه الاسواق على المستوى الوطني، فواش ما كانش شي يعني انتوما قلتي لي بانه درتوا شكايه للجماعات، واش هاد الجماعات بعدا هما تواصلوش معاكم قبل؟ لان كنسمعوا في التلفازه الهيئه لجنه اليقظه الاقتصاديه وكنسمعوا هادشي، واش ما اتصلوش بكم هاد الناس هادو باش يلقاو معاكم حلول؟ ما اتصلوش بينا حتى شي حد، ما اتصل بينا ملي حطينا الشكايه ديالنا، باقي عندنا باقي الان الا كاين بعض العمال الله يكثر خيرهم هما اللي شافوا من جهتنا بالنسبه للعمل الاقليم عملات جديده، الا كان عندنا واحد الرساله ديال الاسواق اللي عندنا يعني في الاقليم صيفط للرؤساء باش يسويو معنا الوضعيه مع هاد الشركات اللي كان الاسواق الاسبوعيه هذه بالنسبه للسيد عملات جديده.
بالنسبه للسيد العامل ديال اقليم برشيد، ملي ما نهار 14 ما خدمنا السوق الاسبوع حطينا الشكايه ديالنا باللي راه باقي التجار ما كيدخلوش، السيد عاني باذن السيد الباشا قال لي باش تكلم السيد العامل، طلعت عنده استقبلنا استقبال هار الله يعم المهم في مستوى، وقال لك اولي علاش ما خدمتوش السوق؟ قلت له اودي ما يمكنش يخدموا السوق راه باقيين التجار، كيف ما عاود كيما حكيت بحال كيبقى التجار ما كيتنقلوش، باقيين الرواج ما الرواج ما كاينش، السوق انا واخذه ب 450 مليون باش طيح عليا بدون ضرائب ديالو بدون مصاريف ديال الخدامه ديالو، بالنسبه غندخل انا للسوق ما غنشد فيه حتى جوج ملايين و8 ملايين تضيع عليا، ومهما هاد 3 شهور اللي داز ديال 3 و4 و5 و14 عاد تحلوا الاسواق هذه كامله ضاعت نبشات، ما شديناش فيها حتى شي ريال، السوق ما كيعمروش كما قال القرار ديال وزير الداخليه بلا انسان السوق راه ما عامرينش، السوق الاسبوعيه كل شيء راه كيعرف على كل شيء، صعيد المغرب كامل انسان، قلت له ودي مهما يتحيد هذا الوباء ممكن نرجعوا نستمروا في العمل ديالنا، وفعلا ملي تحيد هذا الوباء كنا غير شويه من اللي جاوبونا ما جاوبنا لا جماعه ما جاوبنا حتى شي حد، بقى ضرينا باش ندخلوا واخا لقطوا واخا ولو غير 30% من راس المال ديالنا، الا ما كاينش شي حد اللي سالنا على هذا الشيء، ومونطوغ اللي عندنا وعندنا خدامه كثار، حنا تقريبا الشركات اللي عندنا راه تقريبا واحد 700 خدام اللي كاين عندنا بالاقل 700 خدام اللي عندنا فيها، وكنخلصوا الخدامه وحنا جالسين ما درنا حتى شي حاجه ما درناها، عندنا التزامات مع صحابنا وعندنا التزامات في الجامعات وعندنا التزامات مع البنكه وعندنا كل شيء، ولكن لا اله الا الله ما دابا انتم اليوم ملي كتقول لي هاد الارقام وتقول لي يعني ارقام ومبالغ خياليه، فانتم مهددين انكم تعلنوا افلاسكم لما كانتش حلول، يعني حلول جذريه وحلول واقعيه على الاقل تخفف عليكم هاد الاضرار اللي انتم اليوم كتعانيوا منها طيله تدبير وباء جائحه كورونا وحتى ما بعد جائحه وباء كوفيد 19. قلتي بلي ان كاين واحد السيد العامل هو اللي دار واحد الاجتهاد اداري وراسل رؤساء الجماعات، نتمنوا بان كاع العمال يحدوا الحدود ديالو ويمشوا، لانه ملي كنقول مستثمر عنده 700 مستخدم فهنا راه كنقول 700 مغربي 700 اسره، الا ضربنا غير في ثلاثه راه كتعطينا واحد 2100 تاع الاشخاص اللي نتوما كتساهموا في الاعاله ديالهم. قلتي بانه لقيتوا بيبان، واش تلقيتوا شي اجوبه يعني من الجماعات الاخرى؟ لا ما لقينا حتى شي اجوبه من غير هاد المراسله ديال السيد العامل الله يكثر خيره ودير جديده، والمراسله اللي السيد عاني السيد العامل ديال اقليم برشيد هو اللي السيد عانى باش يعني رسلنا، من غير هاد الشيء ما كاينش، راسلنا الداخليه كتبنا الشكايات ديالنا راسلنا، كنجيو للجماعات كيقول لك حنا ما حابسينكمش ما سادينش لكم، حنا ساد لكم الداخليه وحنا راه مدمرين يعني دمرنا ما بقيناش عرفنا اشنو غادي نديرو. كيفاش سد لكم الداخليه؟ دابا حنا كنعرفوا بان المغرب في كان في حاله طوارئ صحيه وكان مرسوم بمثابه قانون يعني على المستوى المركزي، فكيفاش ما سديناش لكم؟ يعني ما فهمتش انا. هادو هما باش كيجيونا بعض الرؤساء كيقول لك اودي حنا ما سديناش لكم، قرار جا من الداخليه ديال 20 حنا ما سديناش لكم، منهم عدد من الجماعات. هادشي باش كنتكلموا مع الرؤساء، مشينا عندهم حطينا الشكايات ما جاوبوناش، وملي تحل نهار 14 باللي غيتحلوا الاسواق باش نخدموا، يعني مشينا عندهم قلنا لهم ما يمكنش دابا حنا ما عطيتونا القرار لا ديال الاغلاق ولا ديال نهار الافتتاح النهار هذا مداو، ما عطيناش، قال لك ما يمكنش نعطيك القرار ديال الاغلاق، راه ندير وزير الداخليه يدير اغلاق على شامل على الصعيد المغرب كامل، والقرار ديال الفتح ها هو جا نهار 14 سيروا تخدموا، باقي الحجر الصحي باقي الناس ما كتناقش التجار، قال لك مين سيروا تخدموا، ملي قلنا وديروا معنا شي عقد ديال الافتتاح باش غنبداو باش غير نبانوا المده اللي حبسنا منها، مهما تحيد هذا الوباء الله يهزنا من بلادنا، والحمد لله تنقول لك الحمد لله ترجع الامور كيف ما كانت، ما عطاوشنا، قال لك بغيت تخدم سير تخدم، ما بغيتش تخدم راه تضيع. وكما شاهدتوا السواق راه ما كاينش ثمينه خاوين، ما كاينش شي سوق اللي عامر، السواق كاملين عندنا ثمينه خاوين، وحنا راه دمرنا وكنطلبوا الله يعوض الجميع، ماشي ثمينه علمي ماشي ثمينه حنا، وعندنا سواق مونطوات غلاظ مونطو ديالنا غلاظ وماشي سواق ديال الشمال شهرة مخلصين مسبقا، حنا مسبقين الأجرة ديالنا مخلصينها قبل ما نسرفو من العمل ديالنا، مهما فيه بنقرير مهما فيه مراكش مهما فيه سيدي بنور مهما فيه ضرب عزة فيه عندنا السوالم، عندنا تقريبا بالعدد عندنا تقريبا حنا ضارين بواحد 30 سوق اللي عندنا تقريبا ولا 32 سوق اللي عندنا، ما بين الباركين ديال بوزنيقة ديال البحر ما بين الباركين ديال ضرب عزاوه كتشوفوا فيه كما دخلتوا لي كيقول لك مهما تحيد هذا الوباء
عندنا 50%. هاي احنا احنا خصنا اصلا كاملين نتعاونوا الحمد لله، قلنا نتعاونوا ما طلبناش حتى التعويض ديالنا اللي غادي يعوضونا به ولا غادي يديروا عندنا ما يعوضونا. يعني كنشوفوا الازمه على كل شيء، لا على الدوله ولا على الدول ولا على كل شيء. احنا ما كنطلبوش التعويض ديالنا، كنطلبوا غير ما عندنا التزامات ديالنا ومخلصين السواق، وبغينا غير هاد الناس واش غادي يديروا لنا شي تمديد في هاد الشهره اللي كتكون الموسم ديال الربيع. هذه مساله واضحه، كانت ازمه يعني تعانوا منها المغاربه كلهم، عندك التزامات في اطار عقود بينك وبين جماعات معينه، هاد الجماعات هادو في هاد المرحله هادي ملي تجاوزناها ضروري انهم، لان ملي كنتكلموا على اعاده التدوير واعاده التشغيل المحرك الاقتصادي ديال البلاد كنقولوا بانه تدوير والتحريك ديالو وكل تحمل مسؤوليته. ملي كنقولوا مثلا لي باركين نقول له كيخدموا 50% فخصهم يراجعوا العقود، لان هذه انت مجبر انك تخدم غير 50%، فخصهم يديروا مراجعه ديال العقود باش انه سواء يا يحاولوا حينوا الثمن باش خديتي الصفقه او يمدوا الصفقه باش يعوضوك في الوقيته ديال اللي تضررتي فيها، باش حتى حد ما يتضرر، لا انت كمستثمر لا المؤسسه الجماعيه كمؤسسه تدبر امور المواطن المغربي. شي كلمه اخيره اللي ممكن تقولها او الرساله اللي ممكن توجهها للمسؤولين على هاد العقود اللي انت موقعها في صفقات ديال تدبير الاسواق العموميه والمواقف السيارات. كنطلبوا من هاد الناس مسؤولين يشدوا بيدينا ويتعاونوا معنا، اصلا حنا دمرنا لا حنا ولا خدامتنا ولا كذا، راه حنا صبحنا ما عندناش، صبحنا نقول لك كانسان كاع الفلوس اللي عندنا خلصناها من الجماعات، بالنسبه لنا نعدم لك بالنسبه لضرب عزم خلصه مدي معدي 245 مليون، وسبقا بالنسبه للسوالم مدي معدنا 450 مليون، بالنسبه لسيدي بنور مدي معدنا 370 مليون، بالنسبه بن قرير 422، هادو راه كلهم خاصين، وهاد الجماعات راه مكم عندهم العقود ديالهم. نسبة ديال الدرواق فيها دي 120، نسبة بني خلف لويزيا واخد السوق 73 مليون العام، هادو كاع السوق اللي عندي، وعاد عندنا محلات اخرين شاركين فيهم مع صحابنا نواحي سوس ونواحي قلميم. يعني حنا كنقول لك ولكن لله يلاه هادشي ما كناش عادين عليه، حنا خدامين الحمد لله، ما كتسنى والو، الجماعه ما يسالوناش، الضرائب ديالنا مخلصينهم، جميع المسائل مخلصينها، غادي مستيفين روسنا. ولكن هاد الوباء جا على كل شيء، حنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين يشدوا بيدينا مهما تحيد هذا الوباء ورجعوا نستمروا المهام ديالنا، وكنطلبوا الله يهز الوباء على بلادنا والله ينصر سيدنا. هذا الشيء هو اللي كاين، من غير هذا الشيء راه لا اله الا الله، احنا رحنا وقفنا ما بقى عندنا والو. اذا مشاهدي قناه صوت العداله، كنت مع السي عبد العظيم من بين المستثمرين في قطاع تدبير الاسواق العموميه ومواقف السيارات، وكيف ما شفتوا بان هذا القطاع اصبح يعاني بسبب جائحه وباء كوفيد 19 اللي خصنا نعرفوا جميع بان تدبير ما بعد جائحة كورونا أكبر من تدبير جائحة كورونا، حتى لا نخلق مشكلا اقتصاديا على مستوى الاقتصاد الداخلي، وأننا نخلق أزمة أخرى أكبر من أزمة محاربة وباء. مشاهدي قناة صوت العدالة، لكم التعليق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.